هذه مواصلة المادة التضامنية نتاع التوانسة في تونس وخارج تونس. تيدوريم والسوليد 19 هذوما جمعيات نشكرهم اللي هم عام يخدموا على الموضوع هذا عام كامل من رمضان لرمضان. وجا في وقت بصراحة كما قلت سيادتك خاطر تو حاليا نحن في أعز أشد الحاجة لكل وسائل العلاج وخاصة الوسيلة هذه اللي تمكن من التكفل بالمرضى في الخطوط الأولى وتوفر لهم كميات أكسجين كبيرة اللي هي تخفف الضغط على المستشفيات وعلى أقسام الإنعاش. دونك نتوجه بالشكر مجددا للجمعيتين هذوما لكل التوانسة بصراحة. أعطينا فكرة سيدي قداش من حقيبة؟ قداش من حقيبة وقداش من مساعدات عموما؟ هما 2000 حقيبة منهم 500 حقيبة تم اقتناها على حساب 18-18 دونك مجهود وطني كامل. التوانسة في تونس في الخارج ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز الكبير. 2000 حقيبة طلبت عديد الجهد دونك هذا هو معناتها. طبعا نحن خاطر العدد المرضى كبر دونك الحاجيات من الاكسجين كبرت دخلنا عند الجانب الجزائري اللي مكننا من استيراد كميات بصفه استثنائيه خاطر بارك الله فيهم نشكرهم اللي تمكننا من توريد كميات اضافيه من الاكسجين تمكننا ان شاء الله من التكفل بالمرضى نتاعنا خاصه في الفتره هذه. الوضع الوبائي كما قالت السيدة الوضع الوبائي خطير دونك ارتفاع في الحالات ارتفاع في عدد الوفيات وضغط كبير على المؤسسات الشفائية اللي قاعدين نرفعوا في الطاقة ما ديما الضغط مرتفع دونك ربي يستر. ما فما إجراء تزيد مش تبع الوضع هذايا معناها اليوم فما اجتماع نتاع اللجنة العلمية شنو المنتظر انه يكون فما قرار؟ والله انا ننتظر قبل ما نبداو الاجراءات الكبيرة نبداو بالصغيرة بصراحة. الناس كل تطبق الاجراءات تلبس الكمامة تتباعد معناتها هذا مش قاعدين نلاحظوا فيه ما نجموش ناخذوا اجراءات كبيرة والصغيرة ما تطبقتش. وقت نبداو بالاجراءات الصغيرة تتطبق من الحقوش وقت نمشيو للكبيرة. صحيح قريب نوصل 300,000 جرعة تلقيح اما الضعف هذا مش ناتج عن النشاط نتاعنا ناتج عن قلة الكمية التلقيح اللي واردة. كما تعرف الضغط عالمي الناس كل تحب على التلقيح في العالم الكل وقت تشوفوا في بلدان كما الهند كما البرازيل ثم ضغط. الهند اللي تصنع في التلقيح هي بيدها ما عادش تحب تصدر خاطر حاجياتها ولات اكبر من اللي اعلنت عليه. دونك احنا قاعدين نتفاعلوا قاعدين نلوجوا على مزودين الاخرين باش نوفروا في اقرب وقت كما وعدنا كميات كبيره قبل شهر جون. ديما نكتشفوا السلالات احنا ديما نعملوا التقصي مش من تو نعملوا التقطيع الجيني ونكتشفوا سلالات انواع متى عده انواع. دونك المعروفين الخطيرين حاليا هم البريطانيه والجنوب الافريقيه والبرازيليه والهنديه تو يحكيوا عليها. دونك في تونس وقت نلقاو نبداو معناتها نعملوا البحوث حتى نلقاو النوع نتاعها ساعات تبدا خاصه بتونس. كما نتذكر قبل اعلنا على وحده تونسيه من انقرضت معناتها ماهاش موجوده. بالنسبه للحدود سيد الوزير يعني هناك اجراءات مع ليبيا وفرنسا من اجل غلق الحدود هذه حتى نعملوا كنترولات نتاع كل الجنوب الافريقيه في ليبيا وفي فرنسا. غلق الحدود لا مش مطروح. شكرا.